والحديث عاد الانتخابات الفرنسية وتزايد التوتر حول ملفات المهاجرين والإسلام والحجاب ومصير الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع روسيا. معنا من باريس الكاتب الصحفي السوري فراس علوي. سيد فراس، أهلا بك. مساء الخير، تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حياك الله. بداية، لماذا كل هذا التركيز من المرشحين الرئاسة الفرنسيين على ملفي الهجرة والحجاب الإسلامي؟ يعني ألا توجد ملفات أخرى لحث الجماهير أو إثارتها للانتخابات؟ تماما. بداية دعني أقول بأن الانتخابات الحالية هي تكاد أن تكون نسخة عن انتخابات عام 2017، نعم، يعني ذات المرشحين الذين صعدا إلى الدور الثاني من الانتخابات الفرنسية صعدا الآن إيمانويل ماكرون بما يمثله من حزب الوسط، والذي طبعا ينتمي هو الحزب الذي أسسه قبل الانتخابات الماضية والمسمى الجمهورية للأمام، والذي مال من الوسط باتجاه اليمين كما تحدث تقريركم، وبينما مارلين لوبان التي أتت من خلفية يمينية متطرفة زعيمة حزب الجبهة الوطنية. ما جرى ولماذا الحديث فقط عن الهجرة والإسلام؟ في الحقيقة الحملات الانتخابية في هذه الدورة لم تتطرق للأمور السياسية ولا حتى لمجمل العلاقات الدولية. الغريب أن السياسة لم تكن موجودة أو حاضرة في الحملات الدعائية للمرشحين. الأمر الآخر، كان هناك صعود واضح لليمين بحملات المرشحين للانتخابات. كان هناك ظاهرة إيريك زمور اليمين المتطرف والذي حصل على عدد لا بأس به من الأصوات، وهذا سؤال، 7% من يعني المرشحين لماذا أو ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يتسيد أو يتصدر اليمين المتطرف في هذه الفترة؟ تماما هو لم يتسيد، ولكن كان ظاهرة صعود، هناك نعم صعود لليمين المتطرف. طبعا نعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت أوروبا بشكل عام وفرنسا في عهد ماكرون، تراجع الاقتصاد بسبب أزمة كورونا، الاحتجاجات الفرنسية وخاصة بما سمي بالجيليجون أو الستر الصفراء، كل ذلك أدى إلى تراجع شعبية ماكرون من الناحية الاقتصادية نعم والاجتماعية. أيضا تركيز اليمين المتطرف على النواحي الاجتماعية وعلى الخوف من المهاجرين وعلى المشاكل التي تثار حول الأطراف وحول الضواحي المدن الكبرى وخاصة ضواحي باريس، هذا الصعود بحديث اليمين المتطرف كان لابد ان يقابله حديث اخر، احيانا يكون معاكس لليمين المتطرف واحيانا مساير له. ما يحدث الان هو نعم تكتيك لكسب على المصوتين في المرحله الثانيه. المشكله الاساسيه والتي يخشى منها ماكرون اكثر من خشيه لوبان منها هو العزوف عن الذهاب الى صناديق الانتخاب. كلما تدنت نسبه المشاركين يكون ذلك من مصلحة لوبان، لأن اليمين ذهب في الفترة الأولى من الانتخابات، ذهب بقوة وبأعداد كبيرة إلى صناديق الانتخاب في حين كان هناك عزوف عن التيارات الأخرى. الإشكالية الأساس والتي قد تحدث خرطا ما في الانتخابات الآن هي عزوف مؤيدي المرشح اليساري ميلانشون، والذي دعا بعد خسارته أمام ماكرون ولوبان، حيث يعني هو نعم جاء بالمرتبه الثالثه بنسبه 21% وبفارق عدد من نعم الاصوات عن لوبان، دعا الى عدم التصويت الى لوبان، ولكن بذات الوقت ليس من المؤكد بان انصار ميلانشون سيذهبون للتصويت لايمانويل نعم ماكرون. طبعا طيب، بعد في ذات السياق، يعني هل الكره لمشروع ماكرون يسوغ للوبان التوجه نحو روسيا المتهمه اصلا بجرائم في اوكرانيا، في حرب اوكرانيا وقبلها في سوريا، وحتى دعمها لنظام الاسد، وصولا حتى نسف العلاقه مع الاتحاد الاوروبي، يعني هل يسوغ لها هذا؟ تماما، اعتقد بان الحرب الاوكرانيه هي الوحيده التي كانت من ضمن الملفات الخارجيه ضمن ملفات اللاجئين، عفوا ملفات المرشحين. قبيل انطلاقه الانتخابات بمرحله الاولى الانتخابات التمهيديه، كان هناك ثلاث مرشحين من اصل الاربعه الذين تصدروا الانتخابات مؤيدين بشكل او باخر لسياسات بوتين، وهم إيريك زيمور وميلانشون ولوبان. لكن مع تطور الاحداث في اوكرانيا وتغير المزاج الشعبي الفرنسي والاوروبي، حدث تغير في بعض افكار المرشحين، حتى لوبان نفسها تراجعت عن نعم الدعم المطلق لبوتين، والان هي تتحدث عن ايقاف المعارك
في أوكرانيا ولا تدعو يعني بشكل مباشر لدعم بوتين. إذا هناك عفوا عملية محاولة لكسب الأصوات من اليمين ومن اليسار. ماكرون ولكن هل قبيل ممكن، لو تحدثنا عن الداخل الفرنسي، هل يمكن أن تكون فرنسا مقبلة على حرب أهلية كما حذر ماكرون في حال فوز لوبان؟ وهل يمكن أن كما هو يوافق ربما يعني الناخب هو الفرنسي ما على ذهب شخصية مثل لوبان؟ كما هو ما اردت الذهاب اليه. طبعا فكره الحرب الاهليه اعتقد يعني كانت للتخويف اكثر من نعم انها فكره نعم حقيقيه. ربما نعم سنشهد في حال فوز لوبان سنشهد توتر، سنشهد يعني مشاكل، ولكن نحن نعلم بان هناك ايضا فرنسا بلد قانون وفيها دستور وفيها تشريعات، لا تستطيع لوبان الانفراد وحدها. ربما لاحقا هناك انتخابات تشريعيه في حال فوز اليمين، اذا فازت لوبان وحدث انسجام ربما سنشهد نوع من الاحداث او من يعني التطرف. ولكن بالعموم اعتقد بان ماكرون اراد تخويف الفرنسيين من اجل التصويت له بالحديث عن الحرب الاهليه. لوبان بعد المناظره التي جرت بينهما بدت مضطربه اثناء المناظره وبدت مدافعه عن ارائها، بينما ماكرون بدا بالهجوم. اليوم بالذات نعم تغيرت بعض تكتيكات المرشحين، يعني حيث وفق هذه التكتيكات، دعا توقعاتك للجولة الثانية، هل تمكنت شخصية مثل لوبان بإقناع الناخب الفرنسي، أم أنها يمكن أن تكون كبديل أفضل من ماكرون، أم أن ماكرون ممكن أن يفجر مفاجأة بعد ذلك؟ تماما. اليوم بالذات كان هناك اجتماع بمشايخ او علماء المسلمين في باريس والذين ادعوا للتصويت لماكرون، وحذروا ايضا من ان نجاح او فوز مارين لوبان سيؤدي الى بشكل او باخر الى اضطرابات والى يعني مشاكل داخليه داخل المجتمع الفرنسي. هناك نسبه جيده من الناخبين الاسلاميين والمهاجرين الذين نعم باتوا يدعون صراحه للتصويت لماكرون. طبعا الفرنسيين الان امام خيارين، اما التصويت لليمين المتطرف وبالتالي الذهاب الى المجهول، او التصويت لماكرون. اعتقد بعد ما جرى امس في المناظره ماكرون هو الاقرب للرئاسه، الا في حاله واحده، في حال انه كما ذكرت لك كان نعم هناك عزوف كبير عن الانتخابات، في المشاركة، وبالتالي نعم سوف ينتخب اليمينيون المتطرفون لوبان. واعتقد شخصيا بانها نعم بعيده جدا. نسبه اخر استطلاع للراي تعطي ماكرون 56% من اصوات المتوقعه تصويتهم، لذلك اعتقد بان ماكرون ذهب الى مرحله الى فتره رئاسيه ثانيه في شكرا اليليزي. لك، شكرا، وضحت الصورة. الصحفي السوري فراس علاوي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.